وجهت الكاتبه الصحفيه والسيناريست اماني درغام اتهام بالسرقه لصناع فيلم الباب يفوت امل، واتهمتهم بانهم قاموا بسرقه فكره موسيقى اعلان الفيلم من مسلسلها يوميات زوجه مفروسه قوي. وكمان وجهت اتهام تاني لبرنامج تحيا الستات اللي بيتقدم على راديو مصر، وقالت انهم قاموا بسرقه مقاطع صوتيه من المسلسل وما قالوش اي اشاره للمؤلفه او حتى للمسلسل، واتهمتهم بالاستسهال، وقالت دي سرقه عيني عينه. انا توفيق دكتور الحالات الحرجه، وانا امل عبد الوهاب محاميه العواضي الكبيره. كلنا فاسدون ولا استثني منا احد. اطلعي من الفيلم وادخلي في القضيه. اتحط في العنايه المركزه تحت الملاحظه 24 ساعه. انت دلوقتي كبرت والمفروض تنام لوحدك في اوضتك. يوه انا اللي هنا بقرر. ما مش انا هنا، هي اللي بتقرر. مسلسل يوميات زوجة مفروسة قوي قامت ببطولته الفنانة داليا البحيري والفنان خالد سرحان والفنانة رجاء الجداوي والفنان سمير غانم، وتقدم المسلسل في جزئين تم عرضهم على مدار سنتين في شهر رمضان، وكان بيناقش بشكل كوميدي كل مشاكل الستات مع أزواجهم وولادهم وكفاح الست ما بين شغلها وزوجها وتربية ولادها بشكل كوميدي. روحي وانتي ايه؟ وانتي جاية هتيجي علبة سجاير. انت مين؟ عالي حركات. انا بتفرج على ريه وسكينة، امال لو كنت بتفرج على فيلم احاسيس. الدنيا زي المرجحة يوم تحتكم. وكان رد المخرج احمد البنداري مخرج فيلم الباب يفوت امل ان اتهامات الكاتبة اماني درغام ملهاش اساس من الصحة، وقال انا ما اعرفهاش ولا هي تعرفني، وانا ما سرقتش موسيقى مسلسلها، وقال ان في مسؤول عن الدعاية للفيلم وهو ملوش علاقة. فيلم الباب يفوت امل بيعرض حاليا في السينمات، وبيقوم ببطولته الفنان شريف سلامه والفنانه دره واسامه عبد الله وخالد عليش ويسرى التوبجي، وهو من تاليف مجدي الكاتش وفيصل عبد الصمد ومن اخراج احمد البنداري.